من سنه تقريبا كنت عملت ريفيو للاف 02 اللي هي 750 الاي ال اللي هي اللونج ويل بيس، عشان كده بيسموها اف 02. ولكن اللي النهارده اللي معانا دي 2012 المصري المجمعه مصريا، يعني فيها شويه اختلافات وفرصه برضو نجرب العربيه تاني بتلكك يعني يا جماعه. يلا بينا. ثمن العربية في 2017 لما صاحب العربية اشتراها كان ثمنها 1.1 مليون، دلوقتي انا ما اعرفش، انا بس بقول لكم الثمن التاريخي زي ما بيقولوا يا جماعة. هفكركم برضو بمواصفة العربية دي، ليموزين كامل، يعني دي ال اللي هي اللونج ويل بيس، قاعدة العجلات هنا 3.2 المسافة ما بين الاكسين، العربية كلها طولها 5.2، الارقام كلها تضحك، يعني الوزن اكتر من 2 طن. الموتور هنا ال N63 ال 4.4 V8 اللي بيولد في حالة العربية دي 300 كيلو وات، اللي هو 402 حصان بالظبط و600 نيوتن متر. بعد الفيس ليفت بتاع الموديل ده الموتور ده ابتدى يولد قوة أكتر شوية. واصلين على ناقل الحركة الزد اف الست سرعات. العربية طبعا دفع خلفي، والتعليق بتاع العربية ادابتيف اير سسبنشن بتاع لو توتا حسب النمط بتاع القيادة، وطبعا التعليق مستقل على كل الاربع عجلات. طيب احنا مش هنتفرج على العربية من بره تاني، كنا استعرضناها قبل كده لو فاكرين، اللي عايز يرجع للريفيو الاولاني يرجع. تعالوا نشوف شوية الدلع اللي جوه. ليموزين بقى وعايز اخد اجازة كده راحة. طبعا البيبان سوفت كلوز، والتعليق فيها زي ما قلنا ادابتيف اير سسبنشن، العربيه بتاعه لو توطى. ومفروض لما بتفتح الباب وهي دايره بتنزل شويه عشان تسهل لك الدخول، مش ان انت هتعاني ولا حاجه. اوكي، الكراسي الخلفيه فيها خاصيه المساج هنا، زائد طبعا ميموري سيتس، فانت هنا ممكن تبقى قاعد ويبقى عندك مساج مريح جدا. فيها فتحة سقف ما هياش بانورامية، ولكن من فوق عندي الحتة بتاعت السيطرة على المراوح بتاعت التكييف الإضافية لكل ناحية، طبعا زائد اللي بيسموهم الفانيتي ميررز، المرايات عشان تتفرج على نفسك وانت رايح تفتتح الحفل المهم. وبرضو عندي دول بتوع طيارة فيرست كلاس، حلو أوي. الكرسي نفسه مريح جدا، ولكن طبعا هنا عندي الاي درايف كنترولر اللي في النص اللي بيسيطر على الشاشتين، فلازم تدوس يمين رايت او الشمال يجيب لك الشاشه اللي في الشمال. وفيها حبه حاجات حلوه من ضمنها تعرف برضو الرحله كلفتها قد ايه بنزين، بما ان غالبا العربيه دي بتبقى على سواق فتبقى عارف اوكي كلفتني كذا بنزين وعمال بيحرق. زائد طبعا عندي هنا اتنين زونز، زائد الاتنين زونز اللي قدام، وهنا برضو عندي بقى السي دي تشينجر، وعندي حبه دلع، زائد نفق كبير جدا. هي 2+2 فعليا، ممكن حد يقعد في النص مش هنبسط قوي، بس يعني هي 2+2 فعليا كده بكل الشياكه اللي فيها. طبعا زائد الستاير الكهرباء اللي بتطلع وتنزل وتقدر تسيطر على كل ناحيه، وكمان الستاره الخلفيه، عربيه مريحه جدا. وكمان طبعا هنا عندي مكان تخزين كبير جدا في النص. دي الموديل ده ما فيهوش الثلاجه، بس كان ممكن تيجي اوبشن ثلاجه، وزي ما انتم شايفين من الحته دي عندي السيطره على الكرسي بتاعك، ما هو برضو ايه تقدر تعمل اللي انت عايزه بقى، ترجع الزاويه قوي 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 جدا. خبر ابيض. وطبعا ممكن تسيطر على الكرسي اللي قدامك كمان، شايفين بطلع الكرسي اللي قدامي، في زرار كده هنا شايفين هنا بيبقى، بس الامكانيه دي تقدر تعملها طبعا في الكرسي ده اكيد. ليه؟ لان ده اللي بيسموه اهم كرسي في العربيه، لان مش هتقدر تغير مكان السواق، فانت تبقى قاعد هنا وتطلع الكرسي بتاعه لقدام خالص، والجلد بيزيق يا جماعه زي ما انتم شايفين، واطلع بقى المسند خالص وابعده خالص عشان افرد رجلي على الاخر على الاخر. ليموزين مريح جدا، تعال نتفرج عليها بسرعه جدا من قدام. طيب من قدام اولا بصوا الباب بيتمسك منين، من الحته دي من فوق، شيك قوي. وبعدين تسمع القفله بتاعت السوفت كلوز اللي هو الشفط يعني. قدام بي ام دبليو بتاعت الفتره، العدادات بتاعت بي ام دبليو هنا الانالوج العاديه، وبرده فيها حته في النص الديجيتال مع الاي درايف. الاي درايف في العربيه دي كويس جيد يعني، كمان فيها الكاميرا الحلوه قوي، الكاميرا بتاعت المقدمه اللي هي تكشف لك لما تبقى طالع ببوز العربيه، لانها عربيه طويله جدا، وتشوف العربيات اللي جايه عليك اللي بيسموها الكروس ترافيك. دي الكاميرا الاماميه برضو محتاجه تتظبط زي العربيه اللي فاتت بالظبط لو فاكرين، ولكن عندي طبعا الكاميرا كمان الخلفيه، وجايبالي المنظر مش وحش والنقاء بتاعها مش وحش، ولكن برضه تيبيكال اي درايف، وبرضه ناقل الحركه المعتاد بتاع بي ام دبليو مع الاي درايف كنترولر، طبعا مع امكانيه الحته دي اللي هي الشيك بتفتح على حتتين. وعندي مكان تخزين هنا، مش مكان تخزين هنا بقى بيستخدموه للسي دي تشينجر زي ما انتم شايفين، لان كان وقتها مهم جدا. ومن هنا عندي درج التابلو مش كبير قوي،
ولكن ظريف. وطبعا الخشب زي ما انتم شايفين كاسي التابلو كله من قدام، والتحكم في فتحه السقف زي ما انتم عارفين من كل العربيات بتاعه بي ام دبليو، مفيش اي تغيير. بس تعالوا نعمل تجربه القياده، يلا بينا. طيب تعالوا نسوق الجميلة ال 750، يلا بينا. سلام. طيب بصوا انا بتلكك ان انا اسوق العربية دي تاني. طبعا القيادة بتاعتها ناعمة جدا، ليموزين رهيب بالادابتيف اير سسبنشن، مريح جدا جدا فوق الوصف. مقارنة بالاس كلاس من جيلها يمكن عزل الصوت برضو فيها مش بنفس جودة الاس كلاس، ولكن الرياضية اعلى بكتير. وكان في شويه انتقاد على المواد اللي كانت مستخدمه في العربيه دي، ما تنسوش دي التجميع المصري. نحب نشوف بقى جلوبال اوتو يجمعوا العربيات دي تاني، ولو ان احنا كل سمعنا ان هم هيجمعوا الاس يو فيز فقط، الاكس لاين بتاع بي ام دبليو، لان ده طبعا الاكثر مبيعا احنا عارفين. انا سايق العربيه على طول في المود الرياضيه سبورتس مود، فيها طبعا فيها السبورتس بلس، ولكن نقل الحركه في المود دي برضو عدواني اكتر شويه، ما بيغيرش النقله بسرعه. وطبعا استهلاك البنزين في العربيه دي، الموتور سفاح استهلاك. بعد كده زي ما انتم عارفين زي ما قلنا في الفيس ليفت نزلوا بيها الموتور اللي فيه نقل حركه زياده في الثمانيه، ودي كانت بدايه الزياده في الثمانيه بتاعتهم اللي هو التطور بتاع السته مفيش شك. ومفيش شك ان نقل الحركه ده برده جيد جدا، كل الدنيا كلها مريحه جدا في العربيه. وفي الملفات عربية ضخمة، ولكن بي ام دبليو برضو دايما هم عمرهم ما بيسيبوا الحتة دي تفلت منهم، دايما الدي ان اي موجود، دايما العربية تبقى عدوانية موجودة عندهم، عمرهم ما بيهزروا في الحتة دي. ودي احلى حاجة في بي ام دبليو، دايما بيحافظوا على الروح الرياضية حتى في العربية الليموزين. يعني دايما العربية دي هتلاقيها طبعها رياضي اكتر من المرسيدس المكافئة ليها. فراملها كويسة، الكاوتش بتاعها هنا 18، البروفايل هادي جدا 245. وحتى في الملفات على السرعة بتحس بوزنها طبعا، ولكن بي ام دبليو برضو في الملف ممكن ازود شوية الاقي العربية لمت الدور، عربية ضخمة جدا. على الطريق المفتوح الاداء بيبان حلو جدا طبعا، مفيش اي كلام، وتلاقي نفسك وصلت لسرعات عالية قوي بسرعة في العربية دي. زي ما انتوا شايفين بتقفل العداد واكتر شوية، واثقة قوي، ثقة بقى. ده ال V8، يعني انا وصلت لاكتر من 250. طبعا افكركم انا بس اللي بعمل الحاجات دي، وبعملها في ايام هادية جدا وفترة صغيرة جدا، تمام؟ والتسارع بنعمله في شارع مقفول، ولكن انتوا شايفين الباور بتاع ال V8 ال N63 اللي هو مبني عليه كل ال 4.4s بتوعهم زي ما انتوا عارفين. ولكن بتتسحل في السرعة، انت ما بتحسش ان انت وصلت للسرعة دي خالص. طبعا الدرايفنج اكسبيرينس بتاعت بي ام دبليو دايما حلوة قوي. زي ما قلت لكم انا بتلكك من اول فيديو بصراحه يعني يا جماعه. اوكي واخدين بالكم، هو الجسم بيتمايل شويه خفيفه، وحتى وهي في السبورت سسبنشن بس برضه واثقه. انا واخده زي اي عربيه، بس طبعا عشان بقى قاعده العجلات طويله طويله جدا في الملف. حلو قوي برضه، تدي لها شويه بنزين كل حاجه بتظبط، بس محتاجه تبقى جريء شويه، اصلها هي ضخمه شخصيا يعني. تعالوا نجرب التسارع مرة كمان ونشوف، كانت 6 ثواني آخر مرة، تعالوا نشوف. طيب تعالوا نعمل تجربة التسارع مرة تانية، كانت 6 ثواني، تعالوا نشوف. حاططها في سبورت بلس، ما عنديش حاجة تانية أعملها خالص، كل حاجة تمام. هقفل الإزاز، سلام يا جماعة. ستة 17 برضو، هنوصل للميتين؟ لا صعب شوية.
تقيلة تقيلة يا بطة تقيلة. طيب وزي ما شفتوا العربية 2 طن وشوية اتصنعت في 6 ثواني وشعرة صغيرة جدا ما فرقتش من المرة دي والمرة التانية، محافظة على الرقم جدا. يمكن في حاجة شوية في الجير بوكس بتتأخر، شعرة صغيرة، ممكن يكون في شوية تظبيط صغير، لكن أداء الكاوتش حلو أوي. أيوه وبتفرك 2 طن وبي ام دبليو رهيبة، مفيش حاجة تانية تتقال. كنت بتلكك من أول فيديو إن أنا أسوقها تاني، والفئة اللي كانت متجمعة في مصر مقارنة باللي عملتها قبل كده فيها شوية دلع أكتر يعني من جوه بكتير. بس لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب ونتقابل في العرض القادم. سلام.